أغرق فلسطينيو 48 قرية لوبي المهجرة بالأعلام الفلسطينية وهم يحيون ذكرى النكبة، وجعلوا من الأحراش التي تغطي أطلال قريتهم معرض صور للمهجرين الفلسطينيين عنها من أيام الهجرة القسرية. وقرية لوبي كانت هذه السنة هدف مسيرة العودة السنوية التي تقام في ذات الوقت الذي تحيي فيه إسرائيل ما تسميه عيد الاستقلال. وفي أعقاب دعوات متطرفين يهود لإلغاء المسيرة، كان الرد بمشاركة عشرات الآلاف لتسجل كأضخم مسيرة عودة خلال السنوات الماضية. وهم يريدون أن يضغطوا لكي نلغي هذه المسيرة، ولكن نحن استمرينا وناضلنا حتى وصلنا إلى إقامة هذه المسيرة الجبارة. ومن عكا لليرموك مش رح نرحل لو منموت، صرخ رافقتها شعارات صدحت في سماء لوبي المهجرة لتحمل رسائل إلى المهجرين في سوريا ولبنان وكل مكان، مصممة على الأمل بالعودة. فيما حمل أصحاب هذه الأرض لافتات لأسماء أكثر من 500 قرية فلسطينية مهجرة ما زال أصحابها في الخارج والداخل يحلمون بالعودة إليها. يوم استقلالهم هو نكبتنا، ونكبتنا تتجسد تحديداً بأكبر شيء وأكبر صورة للتجسيد هي بقضية اللاجئين الفلسطينيين. بوصلة أهل اليرموك وكل مخيماتنا الفلسطينية يجب أن تكون فلسطين. وكانت المسيرة قد وحدت فلسطينيي 48 بمختلف حركاتهم السياسية، الذين رفعوا شعارات موحدة تعبر عن مطالبهم في مختلف القضايا التي تواجه هذه الشريحة الفلسطينية وتهدد مستقبلها ووجودها، وعلى رأسها رفض التجنيد للجيش الإسرائيلي. تدهور أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا خيم على نفسيات المشاركين في مسيرة العودة لهذه السنة، معززين رغبتهم في تسوية هذه القضية المحرقة ورفع شأن حق العودة. أمال شحادي من قرية لوبيا المهجرة.